بعد كده كان في كابتن مرشدي وكابتن بلال، وبعد كده بقى في الجيل اللي جاي بعد كده محمد فاروق لعب المباراه، وابراهيم نور الدين لعب مباراه برضه. النهارده يا رب محمد يوفقه ان شاء الله في المباراه، خاصه احنا دلوقتي عندنا عالم جهاد جريشة كمان، فدي برضو بيدي طبع جيد للحكام النهارده باذن الله. ده شكل الجماهير المتواجده في التوقيت الحالي طبعا النهارده، اتمنى ان العدد كان يبقى اكبر من كده. زي ما انت بتتكلم كده كابتن سمير، هو مش اللعيبه بس، ده الحكم كمان بيستمتع بوجود الجماهير، بيديله حاله ابداعيه اكتر وحاله يعني زي ما نقول فنيه اعلى. فعلا بمجرد هو بيسخن الكابتن محمد لما بيشوف الجمهور ده، وكل ما بيزيد يعني بيهتم بالتسخين اكتر. اول ما المباراه بتبتدي بتبقى طبعا بتعيشه يا كابتن. طبعا الواحد كان بيستمتع لما يلاقي جمهور في الملعب مالي الملعب بصراحه، بتدي لك اهتمام. يعني انت عاوز يعني تبذل كسره جهدك عشان يبقى شكلك افضل. وطبعا مع اول بدايه صفاره المباراه انت بتنسى الجمهور خالص، وبتبقى مركز عشان تعمل المباراه كويسه. لكن انت بتدي نصايح لكابتن محمد حنفي ان هو يعني يبقى مركز بشكل كبير، يبقى مركز حته السيطره على نجومه.